تدوش الطريق ما كتدوش، لا غادي الزربان ها وقافون ها استدخوا الطريق عاد تدوش، ما تدوش والو، ديما مشكلة، ديما مشكلة الطريق ديما، أجري مع الصباح من ما كتفكش على 12، الصباح 8 ونص 10، ديما الاكتضاض ديما، يوميا يوميا الاكتضاض. داكشي بشكل يومي. يومي اللي غيقول لك شي حاجه قول له اهبط انا من هذيك 8 ونص الصباح وشوف الطريق واش كدوز ما كدوزش. مشكل كيف القنطره. مشكل كيف كيف القنطره. يعني من القنطره. ومثلا ربما الناس ديال الشوافريه مثلا المعاناه ديالهم يوميه يعني. والمعاناه يوميا يوميا الاكتضاض. يوميا الصداع يوميا الاكتضاض. الطريق فيها يوميا فيها الاكتضاض يوميا فيها الصداع. يوميا فيها المضاربات يوميا فيها الكسيد. يوميل كسيد يوميل زيد على ديك الطريق الطيق يعني ربما الطريق اللي هي ضيقه كادير لك انعدام الاناره على بالليل الاناره ما كاينش الضو ما كاينش الاناره ما كاين لا ضو لا والو نطلبوا من الناس المسؤولين يتعاونوا معنا على هذا على على الاكتضاض ديال الطريق هادي ولا هاد الاناره هادي الدوره ما كاينش يعني الا خرج من هذا المرج بالشانطي ما يبقاكش والو اللي غادي ما يشوفوش واللي غادي على رجلي ما يشوف والو كيوقعوا حوادث هنا ديما الحوادث ديما اشهر ماتوا فيه ربعه هنا يا ربي السلام اشهر واحد ماتوا فيه ربعه ماشي كنكذب عليك انا راه كلشي عندهم من هنا كلشي حاجه خياليه اي شيفور وقفوا غيعاود لك ماشي واجي عندنا الاثنين باش تعرف جي الاثنين مع الصباح وتشوف الاكتضاض ديال التراك كيداير وتعاود تعرف وتعرف شي حوايج شكرا ويوميا يوميا تجي تلقى داكشي يوميا ماشي كنقولوا شي حاجه يجي شي واحد من المسؤولين من اللي غيضرب دوره غيشوف الاكتضاض ديال الى وقفاش غيرك شي كاميو وقف في الطريق حتى واحد ما يدوز كتبقى الاناره من هنا من السبيت حتى المشروع وهي محبوس كاميو على كاميو ما كاينش اللي يدوز امبيرانس ديال الموتى واش تصور الامبيرانس ديال الموتى كتبقى واقفه كتسنى والناس ما حنا وهازين هازين واحد ميت باش يدوزوه للروضه ما كيلقاوش حتى من يدوزوه هادشي ما غنقولوش غير انا هادشي ما غنقولوش غير انا راه كاين الناس هادشي كيعرفوا اي واحد كاين الزحام والاكتضاض والطريق مزاحمه ملي كتوقف القنطره ملي كتعمر الاناره ما كاينش الضو ما كاينش الضو ما كاينش اه وكان تعطلوا في الطريق خاصك شي ساعه ولا الوقت اللي بغيتي تدير قسمين كدير شي ساعه اه واش كطالب دابا انت كسائق مهني كنطالبوا بالطريق تيسع القنطرة أه. باش الحديد ما يبقاش يتزاحم لي راه كيوحى على الهي بارك الله عليك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد